ليالي وأمسيات لبنان ما عم تعرف النوم أو الهدوء، فالمهرجانات اللبنانية الدولية عم تستقطب كبار الأسماء العربية والعالمية. اليوم تقريرنا بيجمع العراقة مع الحب والشعر مع صوت وحضور قيصر الغناء العربي قاذم الساهر يلي أطرب الجمهور ضمن مهرجانات بيت الدين الدولية لصيف 2015. تقرير من تابعه سوا. أكثر غنية بحبها أنا وليلى. بعقد بعقد كله بعقد، كان بياخد العقل. هو الإحساس بذاته، يعني هو أجمل أغاني بتسمعيها من كاظم. كله بعقد، كله على بعضه حلو. أنا كثير بحبك، كثير بحب لك صوتك، وجايين نحضرك اليوم، كثير محمسين. بحبه فهو أحلى نوباتي جنوني. و أنا بحبه لكاظم يعني قد ما بحبها لألا. جايين نطير نحن هلا، مغرومه فيه انا. طلعنا جبنا هلا درينكس فيري نايس. يا بحر يطلع كل مساء بليلة من العمر اكتسى مسرح بيت الدين بصبغة جميلة وأنيقة بحضور القيصر كاظم الساهر، لتحول اسمه بهالليلة إلى كاظم الساحر، واستطاع أن يطرب الجمهور لساعة ونص من الوقت، فغنى الحب وغنى السلام، وفاجأ جمهوره بإطلاق أغنية جديدة بعنوان لجسدك عطر خطير النوايا بمرافقة الموسيقي ميشيل فاضل. سلام علي بالقط الشعر نسيناه تحت الرمال، سلام على شبت في ذراعك تنفو كحبتها. بشجع الكل يجوا يحضروا، كل حدا عنده حس راقي للموسيقى والكلمة الحلوة بحب يجي يحضر. جاي من دبي وخصوصا لأحضر المهرجان. بنحبه كتير قد ما بدك. برومانسية ممزوجة بعنفوان غنى الساهر زيديني عشقا ها حبيبي وحافية القدمين وأغاني كتيرة، لتكون المرأة بدلالة وجمالة ورقتها تتميل بكل أغاني وحاضرة بكلمات الشاعر نزار أباني، فطال الغناء وشمخ صوت القيصر ليعانق أرز الشوف. خاطري لا تأذي نفسك، ونص على إذا كان ببيت الدين بجي بيت الدين، إذا كان جبال بطلع جبال، مطرح ما يكون بقطعه بجي لأحضره. هاي تاني سنة بنجي بنحضره، بدنا نقضيها تراديسيون، يعني إن شاء الله سنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها بنجي كمان. كل سنة وبنحضره مرتين مش مرة، يومين ورا بعضهم. أكيد هلا بنصير نحن نعيط له، هو بده يفل نحن نخليه بعد. بننبسط كثير، يعني شيء بكبر القلب إنه بعد في شوية حياة بالبلد، شوي. لازم نعيش هيك كل يوم نكون مبسوطين، ما في شيء تاني يسملنا بدلنا. هيدا لبنان. هيدا خلينا نقول العالم اللي بتحب الفرح اللي بتحب الحياة.